إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je ne peux pas. Quand déjà la zitoni vraiment à l'arbitre, voilà, c'est incroyable. Et dès qu'a amené loyer sur Mgarf, amal tout le plutôt. Depuis tawa deux mois, voilà, akfir même. Et surtout, je m'attends hedouma un bombardement de messages. Merci au canal Flaine ou Flaine. يا عبيد شخصني أنا يعني بالحق تلزوني حتى توا باش نطيح وباش نعمل اون فيديو عبيد تبعث لي في دي ميساج يا مرام فيق يا مرام يا مرام كي نتكلم بها وعليها وغايره ودا شنو ودا شنو ما عليناش به انا الموضوع هذا انا باش نسكرو نتوما حليتوه وانا باش نسكرو باش مش نقول يعجبك شي توا يا ما تسالت في لي راديو يا ما يا ما جيتي لا توتيلي ريسامون على خاطر نحكي عليها على خاطر ما عينيش نحكي عليها وكان جيت عيني ولا عيني نعمل حاجه راهو عندي شهرين ولا راني نتكلم وكل فضايح وانا مانيش تاع شي هذا يعني كي مريت وانا جي دي باسي تو سا اما كل واحد حر في حياته سي فري كو ياو بوكو دو بروفوكاسيون بوكو بوكو انا وصلت لعبيت تبعث لي في تصاور نتاع فلان وفلانه وين تسكن فلانه مع هي مع فلان هاو مع نقيين هاو درشنا كان جيت عيني راني نهبط وكان جيت عيني ماما يزي زهقت كما يقولوا فديت روحي طلعت طلعت يزي اكا هاو باه الو اخ او سوجي حب من حب وكره من كره انا مازلت مرا معرس كان هما يحبوا يوريو في التصاور وهي للا تحكي في الغدو وتقول وي انا جو سي اون غولاسيون هي حره يعني هي تمسخ في عرضها وحدها ما مسخوا لها حدا حد انا طفله هذا ما فضحتهاش ديجا استرت عليها دوبي توا عندي مده وفمي ما حليتوش يعني استرت عليها دوبي توا عندي مده وفمي ما حليتوش يعني توا العبيد تبعث لي كل شنو تحبوني نعمل انا ما فهمتش والله ما فهمت ستوب يزي ستوب اتو مي اريتي اريتي امورهم امورهم هي بلاد قانون صحيح مانيش عايشين في غابه وصحيح اوكي العبيد تقول لي كيفاش تعمل هكا يا اخي عندها مالها عندها عائلتها ولا مقطوعه من شجره ما عندي حتى فكره انا ما نعرفش سي فري كو فما جي نسيت تخرج مع جيل معرسه ولا سا سا في با بارتي دو مي برانسيب الناس تستر على رويحك هي اعلنت وقالت وكل الوغ كو مازلنا ما طلقناش امورهم هو الي باس اوت شوز مش مش الاولى هذيا يعني 50 وهبطنا تصاور ورينا نمرو 10 ولا نمرو 17 يعني هوني ما يتحرك لي شيء اما خلوني نخدم على روحي خلوني رايده بالحق يعني جي تو في بوغ افونسي وهاك مريت وين كنت وين صبحت راه مش سهل اللي تعدى عليا بالحق مش سهل اللي تعدى عليا اي لا بروفوكاسيون نتاعهم راهي نتاع كتفوريخ والخفه راني هكا عملت لها عمري ما نسلم فيها وما نسلمش في الحاجه الباهيه انا فاسيلما مستحيل مستحيل ماما حكيت لي مره حكايه انا صغيره قالت لي فما طلع علي من فوق فما سيد ولده يعلم سيد يعلم في ولده كيفاش يستاد يعلم فيه كيفاش يستاد وكيفاش صعوبيت وقديش يتمرمدوا ويتعبوا باش يستاد وكل شيء يا اخي جاي ولده الشبل السيد قال له بابا سيد يا اخي علاش احنا هكا نتعب ونستاد وكل شيء قالوا هكا فما الضبع مثلا الحيوان الضبع ياكل الفضله نتاع النمر ونتاعنا يعني يلقاها بالساهل الماكله وكل شيء يا اخي دالو سيتش قالوا قالوا ولدي انا نحبك سيد تاكل الفضله نتاعك الضبع وما نحبكش الضبع تاكل في فضله السوده دونك يا جماعه انا جست ما نحبكمش تدغشوا مني والله العظيم هذا ما حبيتش نخصص من روحي وتوا نبلع ونغص عندي مده وكل شيء تاع مانك عملنا اللوش مش المغارف فهمتوا يعني كهو يعني ما كل واحد حر في حياته سي فري ما يجيش وعيب وحرام وعبد يعمل هكا ما عرفش عندهم مبادئ ما عندهمش مبادئ عندهم اخلاق ما عندهمش اخلاق هذه حاجه انا ما تخصنيش انا اللي يخصني تعلمت نسكر فمي تعلمت ربي عطاني صبر ونسكر فمي وكل شيء بالساكته وكهو الفيديو هذا عملت لكم باش ما عادش تبعثوا لي مساجات تحكيوا لي على الموضوع هذا برس امكم رانا باللي 2000 3000 مساج على تكلم ما عنديش نعاود حياتي ولا الناس الكل هكيكا متاع مسلسل ياسر طويل مسلسل ياسر طويل متاع ياسر ياسر وليت ما عادش نحب نحل ما عادش باش تكروني في ما يهمنيش فيهم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.